بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. في مازال مشتركش في قناتي، ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنساوش تشغلوا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أول بأول. نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نديروا هاد لاغوب سوري هادي اللي راكم تشوفوها هنا الفوق. راني حطيتها ديجا في الانستغرام، راني درت لها تمثيل مصغر هنايا، تجي بالباترو الكباري اجوستي هادي. هادي هي راهي مصغره راكم تشوفوها دوكا. واش عندي؟ نسحق اولا الباترون تاعي الكباري اجوستي اللي خدمته معاكم. راحوا شوفوا الفيديو تاع الكباري اجوستي، هذا هو. وهو راح ندير عليه التحويلات باش نتحصل على موديل كيما هذا. هنا راكم على بالكم اني حابسه عند الاوراق، دوك راح نهبط حتى للركبتين، يعني على حسب الطول تاع الموديل هو حتى للركبتين. وانتوما شوفوا بغيتو ديروها شويه طويله، بغيتو تكسروها، دوك ان شاء الله نخدمو كيف كيف. اول حاجه عندي الباترون تاعي تاع الكباري اجوستي، ونسحق نجيب بلاستيكه ثانيه ولا كاغط ولا زعما الحاجه اللي باغي نخدم فيها الباترون. نجيب انا عندي واش عندي كاغط، نجيبو نحطو ونحطو خاطش راح نخدم دوكا. راح نوريكم ان شاء الله في هاد الموديل راح نخدمو لي بانو. دوكا نفرش الكارت تاعي ونرجعلكم ان شاء الله. بغا راني حطيت هنا فيكسيت الورق تاعي، فيكسيتو بالكيناز باش ما يبقاش يبوجي، خاطش منو كاع هو كامل واش كاين. بون جبت الباترو الكباري اجوستي تاعي كيما قلت لكم انا في الفوتو، نعاود نحطها لكم تلقاوها هنايا. الفوتو راهم دايرين ديكو برانسيز هذيك اللي محلوله منها. انا مش راه غندير ديكو برانسيز، راح ندير البانسل الاساسيه هذه اللي من هنايا، ونوري لكم كيفاش نديروا لي بانو. لي بانو واش معناتها؟ معناتها هذه القياسه تقعد وحدها، هذه نحا وحدها نقطعها منها، وهذه وحدها. صح، نبداو من الاول ان شاء الله. نحط نفيكسي مليح الباترون تاعي، نهبط لكم باش تشوفوا. فوالا نفيكسي مليح الباترون تاعي هذا هنا، عفوا. بون نجيب السكوتش تاع الكارت باش يفيكسيه لي مليح. راح دركا ندي هاد الباترون. شوفوا الا كان عندكم باترون هذا دايرينو في الكاغط، تقدروا يعني تحطوا كاغط على كاغط وتهزوا الموديل تاعكم بلا غولات. والا ما عندكمش الكاغط عندكم كيما بلاستيك، تفكسوها بسكوتش وتصمو كيما راح نوري لكم ان شاء الله. نحكم كامل كل شيء بالسكوتش. لازم تخرجوا كاع الهواء، متخلوش كاع الهواء يدخل لكم باش يجيكم الباترون تاعكم صحيح. هنا راح ندير في هذا هادو لي بانو، يعني راح ندير موديفيكاسيون على هي كشغل تحويل تاع ماشي تحويل تاع القسامي، هذا شغل يقعد هذا لاباس تاعكم، وهادو لي موديفيكاسيون ديروهم من بعد. يعني لازم فيكسي كلش باش ما يدخلناش الهواء كاع. راح نخدم كيما قلت لكم على هاد القطعه، كي نح هاد القطعه هادي راح نخدم على هادي ان شاء الله. تقدروا تخدموا بستيلولا بقلم رصاص، وانا راح نحط بقلم رصاص. وتقدروا تخدموا حتى هذا اللي تصنعوا على القماش هذا ما يتمحاش خاطر. فوالا صح، نبدا من الاول من هنا نصمو قد قد، مش حنخلي قياس الخياطه، ومن بعد على الورق راح نخلي قياس الخياطه. حنصم منا بسم الله. تقدروا تتبعوا بلا غولات ديريكت باش يخرج لي هذا اللي راه فيه السكوتش. بسم الله
هكا بالطريقه. هلا هالطريقه، بهذه الطريقة تهزوا الموديل تاعكم بلا غولات. هذه تحقق تكونوا ترفضوا موديل يعني باترون من الموديل الثاني. نديروا هذه الطريقة، هنا راني نحى البانس الأساسية. فوالا دوك نقول لكم تحبسوا. شوفوا انا مشيت هنايا 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 وين كان رأس الحلمة نقطة تاع البواطرين. شوفوا نلحقوا حتى للخصر هنا. دوكا شوفوا على حسب نتوما، انا دوكا الموديل تاعي تاع عندي الشغل الخصر ماهوش شغل، ما عنديش دواره كبيره، دونك من هنا نبدا نزيد. ولا كانت وحده عندها دواره تفوتوا ديريكت، ما تفوتوش ما تخلوش هذه البانسه هذه هنايا. دونك نمشي هنايا، نمشي مع هذه هنايا هكا، نمشي معاها. شوفوا ندور لكم كاميرا، هنا نمشي معاها هنا حتى للخصر، نحبس عند الخصر، عند هنا عند الخصر هذه هنا. فوالا نحبس عند الخصر باش هنا نبدا النوتيفيكاسيون تاعي ونزيد نزيد واش اللي باغي نزيد هنا في الفوق. هنا عاودنا صوت من الفوق هنا. هلا طلقة نلفت كلش كما راكم تشوفوا بنفس الطريقة كما نلفت على الباترون تاع نصف الربع ولا نصف الأمام، راح نلفت نصف الخلف كيف كيف، يعني نفس الموديفيكاسيون راح نديرها هنا راح نديرها في نصف الخلف. نحبس هنا كيما تفهم عند عند النقطة تاع الخصر، عند خط الخصر. بون عند خط الخصر واش راح ندير؟ نشوف انا الطول تاعي اللي راح نديرو من الخصر حتى لتحت شحال. دوك انا مثلا حبيت نديرو تحت الركبة شوية الموديل هذا، دوك نحسب شحال عندي من الخصر حتى للركبة. عندي لقيت عندي 50 سنتيم، دوك نحط الميزان تاعي من هنايا ونهبط حتى للنقطة 50 سنتيم، حتى 50 سنتيم نحدد النقطة، ندير حتى 52 علاه لأن باش ندير حق الكفة تاعي، ونمشي كفة نقطة نزيد ندير 52 باش نربط بيناتهم، ندير 3 نقاط باش نربط بيناتهم، باش المستقبل تاعي مسوي. وريتكم من خطا رسمتهم عندك نقاط رسمتهم، عندك نقاط تاع 50 52 سنتيم، هم هنا هذوما النقاط رسمتهم هنا. سمحوا لي هذوما النقاط تاع 52 سنتيم، هادو هما انا رسمتهم. دوكا واش راح ندير هنا باش الباترون تاعي بغيتو شغل تحت يمشي هنايا في الوسط يقعد هو هو، من هنايا راح نوسعو شويه هنايا، ما نخليش مثلا هنا عندي من هنايا ما نخليش بهذا القياس اللي هنا لتحت، مانيش باغي يقعد لهذا القياس، راح نوسعو شويه هنا. شحال عندي حط الميتر تاعي، عندي من الوسط حتى هنا عندي 11 سنتيم، صح هنايا ما شحال ندير 11 سنتيم. اول حاجه راح نوصل الطول ديريكت، نكمل الطول ديريكت تاعي هذه هنايا، نحط المسطرة تاعي ونسي نكمل مستقيم تال تحت باش يقعد الوسط هو هو نصف الأعمال. بسم الله تم نحبس النقاط اللي بغيتهم على ومن هنايا حنا هنا درنا 11، أنا بغيت نزيد حتى ل 5 سنتيم. شوفوا هنا عندي 11 راح نزيد حتى ل 16، حط نقطة عند 16 نوصل بين النقط نتاعي، حط نقطة 16
انا وصلت بين النقاط تاعي. ومن بعد دوكا من هنا من هاد النقطه تاع هاد النقطه هنايا تاع الخصر، من هاد النقطه راح نوصل بين هاد من هاد النقطه حتى النقطه اللي هبطها لتحت تاع هذه هنايا. دوكا نرسمها معاكم ان شاء الله. من هنا نمشي بلا غولة باش تنفذ الخط تاعي. واول حاجه نمشي بلا غولة تمشي سينا نفس في نفس المكان. هنا نحط المتر تاعي باش يجيني الميلة تاعي من السجن. نمشي على حسب المتر تاعي بهالطريقة. دوكا شنو نقدر نحل هذا الجباري اجستي تاعي نحوري بلا قد باش ما يطلعليش الكارت من تحت. بون عفوا عفوا مازال ما فتش هادي هنا مازال ما فتش مليح ما فتش مليح تحت هنا. نحن كاملة و ذاك الوقت نضيفو على الباتخون تاعكم. فوالا راني نحيت النص الأول. دوكا نعاود نحددو بالقلم الرصاص باش يوضح لكم. دوكا نكمل هاد الرسمة اللي هنا نحددها بالقلم الرصاص و نرجع لكم إن شاء الله. بو راني كملت الرسمة تاعي، شوفوها من الفوق هنايا من الفوق حتى لتحت. دوكا واش راح ندير انا في الموديل تاعي كيما شفتوا الكول تاعو جاي كول باطو وفيه فيرمتور من اللور. انا مش حندير فيرمتور يعني الكول باطو تاعي راح نفتحو. بو هنايا واش عندي هذا نصف الكتف هنايا من هنا لهنايا نصف الكتف واش راح ندير. وعندي مازال نصف ثاني اللي مازال ما خدمتوش. دونك انا باغيه الكتف تاعي يجيني حتى الثلث الاخير. وهذا كما على بالكم كما قلت لكم هنا بغيت انا ندير الكول باطو يكون من الثلث الاخير. وانا مازال عندي شوفوا ها هو الكتف عندي. الكتف هو هذا زيد هذا ياك يعني كي نلصقهم راح يولي عندي الكتف كامل. دوك انا هذا عندي نصف يعني مازال باقي لي باش 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 نحفظ. راح نخلي هذا هكا مش حنتوشيه وراح وحتى الرقبه نخليها كما هي. كي نعاود نخدم النصف الاخر ونعاود عليه نفيز وش نحط الكتاف مع الكتاف ونسي ندير الكول باطون تاعي ان شاء الله. دوك واش راح ندير راح نحط النصف الاخر هذا راح نعكس الهدا منا باش يبقى لي شويه باش ما نخسرش الورق تاعي من هنايا هكا. دوكا نحكمو بالسكوتش ونوريكم ان شاء الله كيفاش نخدمو عليه ان شاء الله. هاني حطيتو شوفو نصف اللي بقى باش نهبط هنا خليت المكان باش نهبط هنايا هاديك نهبط حتى الركب ان شاء الله. دوك نرسمو ونرجع لكم ان شاء الله. بو هنا كملت الرسم الاول هذا تاع هنايا حبست هنا باش نوريكم كيفاش نزيد. بو هنايا عندي في الخصر يعني حبست حتى الخصر هنا وانا حددت النقطه تاع 52 سنتيم كما لزتها في الامام. دوك هنايا في الامام كما قلنا زدنا في الجنب كاع هنايا على الجنب زدت 5 سنتيم. هنا راح نزيد كامل على هذه راح نزيد 8 سنتيم يعني ولا 7 سنتيم عفوا يعني راح نزيد 3.5 من هذه الجهه و 3.5 من هذه الجهه باش ما يجيش داير ياسر. دوك واش راح ندير هاد على الخصر هنايا في من الخصر يا خي بالخصر هبطت حتى لتحت 52 سنتيم اللي هي عند تحت الركبه شويه. دوك واش راح ندير فهاد هاد المستقيم تاع الخصر الخط تاع الخصر راح نرسم خط موازي اللي هو هذا اللي هو كتشوفوه
على هذا الخط الشغل، هذاك القياس تاع الخط راح نزيد عليه 3 سنتيم من هذه الجهه، 3 سنتيم من هذه الجهه، من الجهه اللي منها. دوك نزيدهم ونرجع نوريكم كيفاش نوصل بيناتهم ان شاء الله. الان بعد ما حددت النقاط اللي يعني باغيت باش نقسم عليهم هذه، نوصل بين هذه النقطه، شوفوا هذه النقطه والنقطه هذه تاعت الخصر، نمشي ديريكت نوصل بيناتهم. هذه اللي زدتها، وتقدروا ما تزيدوش على تاع الخصر من هنايا، من هنا تاع الانحناء هذا، وتزيدوا تخرجوا شويه. انا هاي النقطه تاعي اللي حددتها اللي حنخرج عليها راح تجي شويه زايده على تاع الاوراق، دائره الاوراق. وهنا كيف كيف تاعت تاعت الخصر هذه اللي من هذه الجهه في البانسا، تهبطوا حتى النقطه اللي زدتوها تاعت تاعت اللي زدتوها. سنتشوف دوك نديها لكم، فوالا هاي عندي النقطه هذه. شوفوا من هذه النقطه لهذه النقطه هو القياس تاع الخصر اللي درته كامل، ومن بعد زدت على الخصر 3.5 منه و 3.5 منه. هذا هو كيفاش راح نخدم. بون شوفوا الان بعد ما رسمت اني وصلت حتى الخط حتى لدائره الاوراق، بما انها هي البازه يعني دوكا شوفوا الا كانت وحده راح تخدمها سمينه احسن توصلها مع تاع خط الاوراق هذيك الزياده هذه اللي حتخرجها كمايله، ما توصلهاش مع خط الخصر، لانه لو وصلتها مع دائره الخصر راح تجيها بالك مجيني عند الاوراق. دوك احسن توصلها مع دائره الاوراق. دوك نقص تاع الخلف هذه، نرسمها نعاود نكمل هذا الرسم تاعها، نقصها ونحطها مع تاع الامام اللي هي هذه باش نديرو نرجلو الكول باطو اللي راح نديروه ان شاء الله. بون الان بعد ما قصيت الجزء تاع البانو الزاوج، سمحوا لي دوك واش راح ندير، راح نفيكسيه مع مع الكتف مع الكتف هنا باش نعلاه باش نخدمو الكول باطو. دوك نحكم الكتف مع الكتف بهذه يكون احسن. بسم الله نحكم بالبيناز ومن بعد نحكم بالسكوتش باش ما يقعدش يبوجي لي برك. دوك نحكمو كامل بالسكوتش باش نوريكم كيفاش نرسمو الاخر. دوك نحكمو ونرجع ان شاء الله. بون الان بعد ما فكسيت الكتف مع الكتف، واش راح ندير، نجيب المتر تاعي ونسي هذا الطول هذا تاع طول الكتف هذا اللي راهو عندي 13 سنتيم، نقسمو على 3. تقدروا تقسموها على 3 وتقدروا تهزوا المتر تاعكم تقسموها هكا على 3 وتشوفوا شحال مثلا القياس. هذا هي جاتني على 3 هنايا، نحدد النقطه تاعي تاع اللي جاتني على 3 اللي قسمتها على 3، نحدد النقطه تاعي هكا هنا، ونجيب البيروكي. تخدموا بالبيروكي الكول باطو، تجيبوا البيروكي وتحطوا البيروكي تاعكم باش تعرفوا اكزاكتلي كيفاش ديروا الكول باطو. فوالا ما تفتحوش الكول باطو، ما يجيش مفتوح في الرقبه. هاو شوفوا كيما راني حطيت هنايا، شوفوا هاي حطيتها كيما هكا هنايا وسيت نريقل الكول باطو تاعي. هاو هكا تريقل. دوكا نرسم باش نعرف شحال نقص، شحال الموديفيكاسيون تاعي كيفاه تكون في الامام وفي الخلف. فوالا نوصل حتى لهنايا، وهذه نوصلها مع هذه هنايا نطلعها، يعني الرقبه تاعي الامام مش حتكون محفوره ياسر. هذه هي دوكا انا هذا اللي وريته لكم هنايا، مش حنقصو باش يقعد عندي الباترون تاع لي بانو، يعني هذا اللي هنايا راح نطويه لداخل، نحكمو بالسكوتش باش ما يديرونجيني شحال. شوف كيفاش خدمت، بقى عندي هذا هو الكتف تاعي، بقى هذا هنايا من هذا لهنا بنفس الطريقه هذه اللي درناها في الامام راح نديرها في الخلف. وشنو هي الخلف؟ ما نديروش محفور ياسر، يعني راح نطلعوه كاع هكا الخلف، مش حيكون محفور، يعني 2 سنتيم هابط على الكتف بالك، هذا ما كان مش ياسر. دوكا هذا هو بالنسبه للامام، تبقى بالنسبه لليد كيما شفتوا في الموديل اللي كنت تشوفها في الفوتو، نعاود نحطها لكم فوتو هنايا. الموديل هذاك اليد هنايا مش محفوره، يعني راهي ماشيه ديريكت ماشيه حتى لهنايا. دوكا حنحط الباترون هذا على جهه ثانيه من القاغط باش نوريكم كيفاش اليد تاعي راح تكون ان شاء الله. بون الان باش نوريكم النوتيفيكاسيون اللي في اليد، لانه اليد كيما قلت لكم في الموديل اللي عندنا مش محفوره، مش محفوره هكا هكا الحفره. دونك تستحقوا هاد البيروكي اللي جايك شغل مرقم هنايا، واش ديروا تقيسوا شوفوا الكتف تاعكم، شوفوا ندير لكم البركه على المرايه شويه. هاو الكتف تاعكم مثلا، الكتف تاعكم تخلوا الشغل تقيسوا شحال من نقطه تاع اخر النقطه تاع الكتف هذه اللي تاع 13 سنتيم. شغل ديروا القياس شحال راح تهبطوا شويه، ما هي ما تكونش ياسر، يعني مش هبطه ياسر. دوك واش راح ندير، نحط انا شوف القياس تاعي مثلا شحال راني باغيه نهبط، ونسي نديروا مايل شويه باش يجيني سوسو مع الكتف. فوالا شوفوا انا دوكا نشوف شحال راني الميل باغيته، شوف راني حاطه هذا مع هذا،
نسي بون سمحوا لي ما درتش القاخت نسيتو، نحط القاخت تحتها ونرجعنا لكم ان شاء الله. بون كما راكم تشوفوا انا نشوف شحال راني بغيت الانحناء، بغيت واحد 7 سنتيم نحسب مثلا. هاي واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة سبعية مش حندير سبعة، سبعة بزاف. ها هو ندير الانحناء تاعي تاع الكتف بهذه الطريقة، ومن بعد نوصل بين هذه النقطة هذه لهنايا، هذه لهنا عفوا النقطة هذه اللي لقيتها لهنايا، ونوصلها بين هذه. دوك نحكمو في الناس، شوفوا هذا اللي هنايا يطلع ديريكت، هذا مفيش مسطرة. دونك نجيب المسطرة تاعي، بسم الله يطلع هذا ديريكت. شوفوا بهذي مشي ديريكت هكا، ونسيم هذه النقطة هذه اللي هنايا، نسيم نوصل بال نعاود نريك لها بالكروكي. لا بهذه الطريقة نعاود نريك لها هكا باش يجيني مع الخط قد قد بهذه الطريقة. دونك هذا راح نحو، وعاود واش راح ندير دوكا باش ما يروحليش الموديل، هاد نلصق هادي كي نقطعها نخليها لاصقه مع هادي باش ديريكت نقطع القماش، وراح ندير لكم ان شاء الله كيفاش نفصلوا على القماش باذن الله. وثاني تقدروا في حاله ما اذا كانت اليد تاعكم الدائره هادي تاعت العضد سمينه بزاف، تقيسوا على دائره العضد وديروا القياس، يعني تمشوا ديريكت. تقدروا في حاله واحده اخرى تمشوا ديريكت دوكا كيما بغيتوا نتوما، المهم ما تكونش ديروا حسابكم باللي هذا القياس اللي راح نديروه من هنا لهنا ما يكونش مجينيكم، يعني تقدروا ديروا هكا هذا الميل على حساب دائره العضد. الا ما كانش يدكم في العضد سمينه ياسر تقدروا ديروا هذا الميل، الا كانت سمينه ياسر ديروا دائره العضد تقسموها على 2 وتحطوها تحطوها من هنا حتى لهنايا، وتوصلوا بين الكتف حتى النقطه اللي لقيتوها، يعني على حساب نتوما. شوفوا هذا هو القياس اللي راح يكون عندكم باش ما تجيكمش اليد مجيني. دوك نقصوا ونحطوا على القماش ان شاء الله. بون الان بعد ما لقيت اليد تاعي في الـ في الـ 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 الربع الاوسط من البطن، هذا من الامام عفوا، هذه هي الجهه اللي راح تكون، هذه الربع الثاني عفوا، هذه الجهه اللي راح تكون منها. شوفوا عندي الربع الاول هذا هو، وهذا الربع الثاني. شوفوا في الموديل اللي عندنا هذا راهو ما فيش اي موديفيكاسيون، من هنايا كاين درابي. واش راح ندير؟ شوفوا عند نقطه الخصر، نحدد نقطه الخصر، هذا هو الخصر تاعي، هنايا الخصر تاعي في الجوانب تاع الخصر تما، وندير راح ندير الدرابي تاعي. انا شوفوا على الخصر طلعت بواحد واحد 7 سنتيم، وبديت تما بديت نحسب، درت نقطه 4 سنتيم، درت نقطه الاولى وزدت 4 سنتيم، النقطه الثانيه 4 سنتيم. المهم نتوما قد ما بغيتوا، المهم يكونوا النقاط تاعكم الابعاد بيناتهم متساويه. واش راح ندير من هذو النقاط؟ لا سنتيم هنايا، هذو النقاط لا سنتيم هنايا، هذو هنا راح نوصل، ندير مستطيلات حتى لو نبغيت الفتحه تاعي. المهم ما نوصلش لهاد النقطه، نخلي واحد سنتيم قبلهم. شوفوا واش ندير مثلا في هذه، نطلعها هنايا، قلت لكم نخلي واحد 1 سنتيم. ها فوالا نحط النقطه تاعي ونزيد هذه ثاني، نخلي واحد سنتيم، واحد سنتيم انا نخليها من هنايا باش ما يتقطعليش الباترون تاعي، ونزيد هذه نمشي بها قد قد. فوالا بهذه الطريقة، هادو كامل راح ندير فيهم درابي، يعني راح نفتحهم. فوالا قد ما حبيتو ديرو نقاط، حبيتو ديرو درابي غير زوج ولا ثلاثة تقدرو، بصح دوكا الموديل تاعنا فيه ياسر. أنا درت 7 نقاط، يعني هادو نقاط لهادو المستطيلات كون تشوفوهم راح يكونو 7 إن شاء الله بهذه الطريقة. فوالا واش راح ندير دروك؟ هادو هادو المستطيلات اللي تما راح نفتح حتى لهنايا، بسم الله. فوالا نفتح، نفتحهم كامل دوكا، كامل هادو نفتحهم نرجع لكم ان شاء الله. بو هذا هو النتيجه بعد ما قصيت هادو المستطيلات. دوكا راح نحطو على القماش، راح نفتحهم بحيث انه المسافه اللي تكون بين كل وحده وحده من هنا لهنا تكون متساويه، مثلا بين هذه وهذه، بين هذه وهذه، بين هذه وهذه. دوكا نجيب القماش نوري لكم ان شاء الله كيفاش نفصلو ايطاب باغ ايطاب.
بون شوفوا ها هو القماش اللي عندي، راني حطيته في الفوتو تاع في الانستغرام. شوفوا الطريقه الصحيحه لوضع القماش. هذا القماش اسمه الطنفه، يخيطوا به الحوايج تاع الناس سكان افريقيا، وهو كيما الطول كيما العرض، ما فيهش مشكله يعني ما يتكسلش لا من الطول ولا من العرض. شوفوا انا حكمت هو العرض تاعو كامل واحد 70 سنتيم. دوك هبطت جبت كاع الحاشيه كاع لتحت وحطيت عليها نصف نتاع الامام اللي راح ملي مش راح يكون فيه دراب، يعني راح يكون قاعد هكا يعني مش هذا شغل في الوسط ما فيش خياطه. دوك راني فيكسيته هنا، دوك نفيكسيه بليزيبانجل ونصم. اكيد راح نصم على الخلف، مش حنصم على الوجه، غير بغيت نوري لكم القماش كي داير. دوك نصمو ونرجعو ان شاء الله ندير معاكم تاع الجهتين اللي بقاو تاع الخلف. بالنسبه للباترون تاع الخلف بنفس الطريقه كما درت الامام ندير الخلف. وشني الخلف ماشي حيكون فيه درابي، يعني راح يكون قطعه كيما هكا والقطعه الثانيه حتكون كيما هكا، مش حنقطعو ما عدا الامام اللي راح يكون فيه درابي. دوك نصم لي بياس تاعي هنايا ونوريكم كيفاش نرسم القطعه تاع درابي ونروحو للخياطه ان شاء الله. يعني بعد ما رسمت حطيت الباترون تاعي على القماش حكمته كامل بالزيبانغل وانا رسمت هنايا، خليت شويه الحاشيه هنا لانه اصلا راه شوفي فيها الكتيبه، باش هذيك هي برك نرجعها هنا لتحت الحاشيه. وهو الرسم تاعي بالنسبه لهذا الوسط الامام، يكون راح نوري لكم كيفاش نفصلوا تحت الجهه اللي فيها الدرابي ان شاء الله. هذا الجزء من القماش اللي فيه الدرابي راح نحطه كيما هكا هكا ونقعد نميله كيما قلت لكم. شوفوا المسافه اللي نخليها كنصم كي نحط الباترون تاعي، نخلي المسافه مثلا هنا خليت 4 سنتيم، ثاني بين هذه وهذه 4 سنتيم، بين هذه وهذه 4 سنتيم، كامل نخلي بيناتهم 4 سنتيم. دوك نحطو ونحكمو بلي زيبانغل ونوريكم ان شاء الله كيفاش راح نرسم ان شاء الله. كيفاش حطيتو القماش وكيفاش خليت قلت لكم بين كل وحده وحده 4 سنتيم 4 سنتيم 4 سنتيم، كامل خليت 4 سنتيم حتى لهنايا. دوك واش راح ندير، راح نقطع هاد القطعه هادي لان يعني جبتها سواسوا، نقطعها ونسي نرجع هادي هنايا نهزها نحطها على اختها، يعني شغل هاد الباترون يرجع لخوه، هذا يرجع لخوه، هذا يرجع لخوه، كاع نرجعهم ونروح نحددهم باش يبقى لي البلاصه تاعت الدرابي كيفاش راح نريقلها. دوك راح نرجعهم ونوريكم كيفاش نعاود نرسم هاد الجهه ان شاء الله. اوكي بعد ما حكمت البليزيبانغ ورجعت كل وحده لخوتها شوفوا شغل كيما جا درابي. دوك واش راح ندير، راح نقص من هنايا حتى الفوق تما باش يتفتح لي ويعاود يرجع لي هذا البلاصتو، هذا يعاود يرجع يوقف كيما هكا. دونك القص تاعي راح يكون من هنا. شوفوا هنايا حطيت على الحاشيه باش يقعد لي كيما هو كيما القطعه الاخرى باش ما يروحليش الحاشيه. دوك كيف راح ندير الجزء تاع الخلف، كيما قلت لكم الخلف ماش حيكون فيه درابي غير من الامام. دوك بنفس الطريقه كيما هزيت الباترون تاع الامام راح نهز تاع الخلف، تاع الخلف ماشي حنحل هاد الحلات هنايا، راح ندير دي بان وراح نوسع كيف بنفس التوسيع اللي درتو في الامام راح ندير في الخلف كيف مش حندير في درابي. نهزو ونوري لكم ان شاء الله كيفاش نروحو نخيطوه باذن الله. بعد ما خرجوا لي لي بياس هادوما هم كيفاش يتحطوا كيفاش يتخيطوا، هذه حتى تلصق مع هذه وهذه مع هذه. دونك نتوما قبل ما خيطتوا الا ما كانش عندكم حداده يعني وكنتم مزروبين تقدروا تحكموها هذه بالبلا الخيط هذه لهنايا باش يقعد لكم هادو اللي هنايا باش يقعدوا لكم هاد الطيات، وسينو ديروا لهم كرونطوهم كرونطاج خفيف باش تعرفوا البلاصه، لان هنا مطوي كل شيء مطوي على اثنين او زوج قطع هنايا وهذه مطويه على اثنين، يعني الطياره من هاد الجهه. هادو هما لي بياس تاعي. دوك راح نخدم تاع الخلف ونوري لكم ان شاء الله كيفاش نكملوا الخدمه تاعنا باذن الله. بالنسبه للحفاظ على هاد الباترو هذا اللي قطعناه لازم باش ما يدعلناش وما نخلوش هكا داير حتى لو 1 سنتيم مفتوح. دوك راح نحكموه كيما كنتش حكمتو بالسكوتش، نتوما شوفوا على حسب اللي عندكم سكوتش ولا لازم تحكموه كيما هكا باش تحافظوا عليه. بالنسبه للفيرميتور اللي حبيتو ديروها من اللور تقدروا ديروها من اللور فيرميتور انفيزيبل من اللور، ولا فيرميتور عادي بالجون ولا بالفيربيستاج ولا بالبوردو اللي كاين هنا ولا الكرونا، وتقدروا يعني على حسب اللون اللي عندكم. وتقدروا ديروها الفيرميتور من جنب يعني من عند الابط هنايا، من عند الابط تهبط غير شويه علاه خدش دي فوا يكون واحد يعني اللي عنده الصدر ولا الخصر ضيق ياسر ودائره الاوراق تكون عريضه باش تهبط لكم لا روب، سينو ما تقدرش تدخل لكم. دونك كيما بغيتو حبيتو ديروا الفيرميتور من الجنب ولا من لاف. دوك انا نشوف انا لاني خليت شويه برك زياده هنا من الجنب واحد 1 سنتيم، بصح هذيك هي تاع الخياطه الفيرميتور انفيزيبل ولا حتى العاديه هذيك اللي نسحقوها. دوك شوفوا نتوما واش بغيتو ديروا كيما في الموديل اللي عندكم اللي راني ها هو الفوتو تاعو، بغيتو ديروا الفيرميتور من لاف بغيتو ديروها في الجنب. دونك كيما بغيتو، الا بغيتو ديروا الفيرميتور من اللور يعني الوسط تاع اللور تاعكم راح يكون محلول، ولا بغيتوش ديروها من اللور راح يكون الوسط تاع اللور تاعكم مسكر، يعني كيما الامام هادي راح يجي مسكر يعني مطوي على اثنين. دوك على حسب واش بغيتو نتوما.
هاد الجهه تاع الترابي كما قلت لكم تقدروا ديروا لها كرونتاج صغير، يعني وشنو راح تفتحوا هنا في حتى غير واحد 2 مليمتر 3 مليمتر، هادو البلايص اللي راح نرجعوا فيهم. هادي مثلا هنا وهنا، باش تعرفوا وين ها البلاصه اللي راح نرجعوا. شوفوا تفتحوا هادي اللي هنايا اللي راح ترجع عليها، ديروا فتاتة صغيره فوالا، وتفتحوا هادي هنايا فتاتة صغيره برك، باش تعرفوا مثلا هادي كي نفتحها نعرف وين نرجعها. يعني هنا راح نقطع القطعتين بزوج تاع الجهه اليمنى والجهه اليسرى، كيف كيف راح نديرهم كيما هكا، نفتحهم في زوج كامل. نفتح هادي التحتانيه، هادي شوفوا معايا نقدر التصويره باش تبان فوالا. شوفوا هنا مفتوحه فتاتة صغيره، ونزيد نفتح هادي تاني هنايا، نتبعهم كامل باش نعرف ونرجع القماش تاعي، نجي نخيط ان شاء الله. على الخلف راني حطيت الباترون تاعي، كاين حاجه بغيت نوضحها لكم. الخلف كيما على بالكم كي درت معكم باترون ما قسمتوش حتى الفوق. دوك واش راح ندير، مانيش راح نضيق شويه الخلف ياسر. وجدت عند الكتاف، قسمت الكتاف على اثنان، ووصلت النقطه تاع النصف تاع الكتف مع النقطه تاع البانسه هذه. ودوك واش راح ندير في لي بانو تاعي، راح ندير هذه هنا. بالنسبه للرقبه راح نجيب تاع الامام، هي راح نحطها عليه باش نعرف شحال هذاك الثلث اللي راح نفوت به هنايا. سينو راح نقسم الكتف تاعي على ثلاثه كما درت في الاول، ونقسم نقسم البانو تاعي بحيث انه نوصل هذيك النقطه تاع الثلث مثلا لجي هنايا حتى لهاد النقطه لهنايا، هادي لهنايا. درك لي بانو تاعي تاع الخلف كيفاش راح يكونوا، الاولى راح تجي من هنايا وتهبط لهنايا للخصر. كي نلحق للخصر هنا نجيب الباترون تاع الامام باش نمشي بنفس الاتساع اللي مشيته في القدام، ومن بعد نجيب الخلف الامام نحطها مع هذاك البانو الزاوج، نحطه هنا باش نعرف تاع اليد شحال، ونمشي كي نلحق للخصر كيف كيف باش نعرف وحي شحال راح نجبد لتحت. هذه هي الطريقه كيفاش راح نفصل تاع الخلف، ونهز الباترون تاعي نحطو على القماش كيف كيف. هذا نحطو على القماش يكون مطوي، وهذا قماش ما يكونش مطوي. هذا مكان تصمو الباترون تاع الخلف، انا شوفوا جبت الباترون تاع الخلف وقلت لكم من التحت باش نديرو كيما تاع الامام. كي ديرو تاع التحت هذا باش ديرو كيما تاع الامام، ما تنساوش تاع الخلف تنقصوه 1 سنتيم على تاع الامام، لانه الخلف هو جاينا في الباترون تاعنا ناقص 1 سنتيم على الخلف. راح نخلي لكم الكاباري اجستي باش تشوفوا الباترون باش ما تغلط لكم. شوفوا هاو تاع الامام وتاع الخلف، راني نقصت 1 سنتيم كيف كيف هنايا، راني من الخصر نقصتها. شوفوا نقدر بكم هذا تاع الامام وهذا تاع الخلف كامل، راني رسمت تاع الامام باش يجيني سوا سوا، ومن بعد عليه نقصت 1 سنتيم وتبعت الطول راح يقعد كيف كيف بيان سور، بصح في الجوانب راح ينقص 1 سنتيم ها من الخصر. من الفوق هو عندي هذا الباترون ما كاش مشكله من الفوق، بصح من تحت باش يجيني كيف كيف هذيك الهبطه كيف كيف. انا نخدم في الكولباتو تاع الخلف، وجدت حسبت حتى الثلث الاخير تاع اليد تاع الكتف عفوا، وهذا اصلا راهو هذا تاع اليد هنايا. دوك واش راح ندير، نوصل حتى لهنايا. شوفوا دوكا القبيله غلطت، قلت لكم نهبطوا نحلوا خلوا غير عند هذه، لانه كون خلينا غير عند هذه راح تجي شغل طالع هنايا، يجي هكا مثلث. دونك ديروا من هاد النقطه وتهبطوا مايلين وخلاص هذا مكان. نخدموا القطعه تاعت الامام بما كيما على بالكم كيما درنا في الباترون كاباري اجوستي تاع الخلف. هنا راني في الخلف حفظت واحد 1 سنتيم عند الخصر باش يضيق، لانه جسم المراه سبحان الله جاي جهه الخصر محفوره. دونك هاد البلاصه اللي راهي زايده 1 سنتيم حنا نقصها منها. شوفوا هنايا يعني دخلت خاطر راهي محسوبه هنا، دخلت وبعد بديت نخرج، لانه هنا راهي تنعدم، هنا تعاود تنعدم. دونك هنايا البلاصه اللي فيها 1 سنتيم خارجه دخلت، ومن بعد عاود تخرج ثاني، عاود نخرج حتى للتحت. اكيد راح نحترم تحت باش يجي كيما الامام كيما الخلف. هذه هنايا تجيني الحاشيه، لان القماش تاعي تاع الحاشيه، والفوق هذا هو راني باش هاد البلاصه تاعت الرقبه راح نكرونطيها باش يبان لي تاع الكولباطو، لانه راح ترجع ان شاء الله راح نبطلها بالبي. هذه هي، وتبقى لي جهه الاخرى عادي راح نديرهم زوج بياسات اللي بقات نديرها ونفصلها ونروح ان شاء الله للخياطه باذن الله. هو الجزء اللي قلت لكم عليه تاع دو بانو هادو هو راني صمتو، دوكا باقي لي غير نقصو ونروح ان شاء الله للخياطه. بياس تاع الظهر راكم كيما تشوفون هادو هما، دوك واش بقى لي غير نخيط ان شاء الله. هادو لي خارجين هنا بلايص تاع البنسات ولا القرصات، دوك راح غير نخيط. يعني هادي نقلبها على هادي، وهادي نقلبها على هادي، نحكم كامل بليزي تانكل الا كاش ما كان هو نخرجو ونخيطها، وكيف كيف تاع الامام دوك راح الخياطه ان شاء الله. بالنسبه لقطعه الخلف هذه هي، شوفوا انا حكم هنا بليزي تانكل، دوك راح نخيط هنايا بين هادو لي بياس، ولصق تاع الامام تاني، ونعود نخيط لصقها هنايا في الجوانب مع تاع الامام،
والله السق الكتاف مع بلاصه تاع الابط لازم نحددها شوف نحددها من الباترون، ولا نحسب دائره تاع العدد ونحطها هنايا، هنا لازم تكون فيها صغيره برك، ونخيطهم. دوك نرجع نوري لكم تاع الامام. بون بالنسبه لقطع تاع الامام شوفوا خيطتهم، حكمتهم غير باليد مانيوال هكا هنايا باش ما يروحوليش هادو البلايص هنايا. دوك نروح نحددهم ونروح نحطهم مع البياسه تاع الوسط كيما بنفس الطريقه اللي درت مع الخلف، نحط هادي بعد تاع الوسط ومن بعد الاخرى، ونخيطهم من هاد الجوانب هنايا، ومن بعد نبلاصيها مع تاع تاع اللون من هاد الجهه، ونكون كيما قلت لكم كرونطيها المكان تاع هنا. هاي البلاصه تاع الابط هاني مكرونطيتها هنايا، شوفوا هاي مكرونتيا فوالا ها هي مبينتها، باش نعرف روحي وين نحبس في الخياطه. كي نخيط الجوانب ونحبس نحبس هنا، وتبقى لي ان شاء الله دوكا نخيطهم باش ما نطولش الفيديو اكثر، ونبقى نوريكم كيفاش نفينيو بالبي ان شاء الله. بون الان بعد ما فيكسيت كاع القطع مع بعضهم، هاي تاع الامام ماسكين شوفوها وين جاي وين جاي الدرابي، هاي الجهه الاخرى ها هي، هاي من تحت حددت كلش ولصقت هنا تاع اللور. دوكا واش راح ندير، راح درت موديفيكاسيون في الركبه تاع الامام، جاتني خاطر كيسيتها جاتني مجينيه في هنايا، دوكا عاود تحفظتها شويه ماشي ياسر حاجه خفيفه. دوك واش راح ندير، نوري لكم واش راك نركبوا لو بي باش نفينو به هنايا. بالنسبه للفيرميتور الا بغيتو شوفوا الا بغيتو ديرها من اللور حلو كيما قلت لكم، اللور لازم يكون محلول هنا الامام مسكر واللور الثاني مسكر، اللور الثاني مسكر. إلا بغيتو ديرو فيرميتور في اللور حلو في اللور كيما تكونش عندكم فيرميتور انفيزيبل، إلا كان عندكم فيرميتور انفيزيبل حلو هنا في اليد هنا من هنايا، هاهي هنايا تحلو هاد البلاصة نقربلكم، شوفوا تخلوها مخيطة كيما هي وتفكسو عليها الفيرميتور انفيزيبل كيما درتلكم في الحجاب لي فات، تفكسو عليها الفيرميتور انفيزيبل. كي تتفكس مليح مليح عاودو طردقو هاد الخياطة هنا حبسو حتى ونوراكم حبسين في الفيرميتور انفيزيبل. أنا دوكا كي سييتها جاتني سوا سوا، دوك مانيش مسحقة فيرميتور انفيزيبل بصح نديرها أون سي جامي زعما زدت في البوا وكاع، تسمى لازم تنفعني فيرميتور انفيزيبل. دوكا في الوقت الحالي مش عندي، راح نخليها هكا وكنعاود نشيلها نعاود نفكسيها ماشي مشكل. دوكا نوريلكم كيف نعاود نركبو لوبي باش نفينو به هنايا، شوفو هنا في اليدين شوفو الخيطين مازال كاين هنا، باش نفينو به هنا في اليدين وباش نفينو فيه في الركبة تاع الأمام وتاع الخلف. هاو الكل باطو شوفو مجاش محفور كاع، وسما ماشي مشكلة الراس يدخل عادي، هادي تاع الأمام شوفو تاع اللور. دوكا نوريلكم إن شاء الله كيفاش كيفاش نركبو لوبي باش نفينو به إن شاء الله. الان راح نوريكم كيفاش نركبوا لو بي كيما قلت لكم، حنديروا بي انفيزيبل في الرقبه وفي اليدين. ثاني قبل ما تحط فينو بالبي ولا بالبي يعني في الرقبه في اليدين، لازم تتاكدوا تجربوا الحاجه اللي راكم يعني روبة هذه الا سيتوها تجربوا عليكم تشوفوا جاتكم سوا سوا ولا والو، يعني ما تحوش ديروا هاد الخدمه هي لا فينيسيون برك، هي يعني تفينو بها كاع. شوفوا كي تجوا تركبوا لوبي خيروا يا تركبوه هكا هنا في الجوانب يعني مش حيكون في القدام يبان، ولا ركبوه في اللور. انا راح ديسيديت نركبوه في الجوانب، شوفوا راح نخليه هنايا شويه هكا خارج هكا، نخلي واحد 2 سنتيم ولا خارجين منه، ونجي لهنايا نركب بهذه الطريقه، نحطو هكا هنا نحكم بليزي بانكل هكا على الوجه تاع القماش، نحكمو كامل بليزي بانكل وندور ونخلي شويه خارج منه، نخلي شويه خارج منها هكا على الحاشيه، وحتى اللي يجي جاي حتى كشغل كامل ندوروا عليه كامل على الرقبه ونرجع نخليه كامل داير. دوك نحكموا بليزي بانكل ونوريكم ان شاء الله. بنفس الطريقه كما راح ندير الرقبه هنايا راح ندير اليدين راح نخلي البي شغل هذيك وين يتلاقوا نخليه هنا من تحت تكون احسن من تحت، وفي الرقبه كما قلت لكم بغيتوا الجانب هذا ولا هذا ولا في الخلف القدام خلوه ما توشوش. بون انا راني ركبت لوبي كيما قلت لكم، شوفوا راني ركبته على الوجه، هاهو لوبي كيفاه داير. دوكا واش راح ندير، شوفوا هاد البلاصه اللي راهم متلاقين فيها هنايا كيما قلت لكم خلونا في الكي تلاقاو، واش راح ندير هادي تاعت الخلف، هادي اللي من تاعت الخلف هي اللي راح نشوفو ندير لها كيما كنسويها. سمحوا لي قلت لكم تكسر لي السيبور تاع التليفون، دوكا راني نشده بيد ونخدم بيد ونوريكم بيد. شوفوا هادي ترجعوها كيما هكا، وهادي ديرها فوقها، شوفوا تحكموها كيما هكا، هادي ترجعوها هكا وهادي تخلوها فوق هاك، ونحكمها تاني بلي زيبانكل كيما راني دايره لهادو، ونروح نخيط هنا شوفوا فوق هادي الاولى، شوفوا نقرب الكاميرا باش تبان لي فوالا، الخياطه تاعي راح تكون هكا هنايا على هاد الخط هنايا فوق هذا الاول، هنا الخياطه تاعي راح تكون. دوك راح نخيطها باللون الاصفر كيما اللون تاع لاغود هادي، نخيط هنايا كيف كيما قلت لكم كيما درت هنا، راني راح ندير اليدين تاني
كما راني دايره. واش نهي الالتقاء هذا راح نخليه لتحت في اليدين، راح نخليه من هنا من تحت، حيساعدني يكون من تحت احسن. دوكا نروح نكمل نخيط هنايا في بالماكينه هنايا. هنايا شوف هنايا بوغا بوغ عند هذا الخط، باش نعاود نوريكم كيفاش نقلبوا ونفينوها ان شاء الله. الان بعد ما خيطنا هنايا كما قلت لكم عليها هذه هنايا، هنايا واش راح ندير؟ راح نسي نرجع، شوفوا ندورها لكم من هنايا، شوفوا هذا نسي نرجع البيت تاعي بهذه الطريقه هنايا. هذه المرحله تقدروا تحددوا يكون احسن، ترجعوا كيما هكا وشوفوا راه كل شيء دخل هنايا هكا ودخل داخل، وتخيطوا بوغا بوغ هنا على الحاشيه. من الاحسن دوك حنا نديرين بي انفيزيبل، من الاحسن يكون لاكانيت فيها الخيط الشفاف باش ما تبانش الخيط على برا. وهنا ديروا الخيط العادي اللي نخيط به هذا الاصفر اللي راه، ما ديروش الخيط الشفاف في البوبينه وفي لاكانيت، يعني في الخيط الفوقاني والتحتاني، ديروا واحد شفاف واحد خيط عادي باش ما يجبدش، لانه كان درتو في زوج شفاف راح يجبد. دوك كيما قلت لكم راح ندير كيما هكا هنايا، نرجعها هكا، ندور عليها كامل، نرجعها هكا وتكون الخياطه تاعي بوغ بوغ هنا بالخيط الشفاف. كيف كيف راح ندير بالنسبه لتحت، راح ندير الكفه هنا بالخيط الشفاف. هنا اصلا علاه كنت قادره ما نكففش الا كان هاد الكتيبه مش كاينه، بصح كاين هاد الكتيبه كاينه، راح نرجع غير جهه الكتيبه برك باش تروح هكا. وندير راح نخيط كيما هكا كي نجي نكفف، راح نخيط على هاد الجهه منا، يعني راح ندير من تحت الخيط الشفاف ومن الفوق الخيط الاصفر اللي راني دايره نخيط به هذا مكان. دوك نكفف هادي تحت لتحت ونزيد نريقل هادي اللوبي كيف كيف كيما قلت لكم. كيما راني دايره هنا دايره في اليدين، اليدين راني غير رجعت وراهم تاع اليدين، هادي مازال ما فيكسيتش تاني اليدين. دوك ندير لهم تاني، شوف راني رجعتها كافي فري، راح تكون تخرج لي من الخياطه بالخيط الشفاف. دوك راح نخيطها بالخيط الشفاف ونرجع نوري لكم النتيجه النهائيه باذن الله. اي فوالا فوالا، لا روب تاعنا راهي تفينات وهي كملت، وشوفوا كيف خرجت لي هنايا البي انفيزيبل كما قلت لكم هنايا، راه داخل موش يبان كاع، حنا من برا ما يبان والو خاطر راني دايره المخيطه بالخيط الشفاف. شوفوا فوالا هاي من الفوق، شوفوا كي دايره هاي البلاصه وين درت الدرابي، خرجت متحوفه وهايله. شوفوا من تحت هاي من تحت خرجت هايله، من تحت كيف كيف قلت لكم كففتها بالخيط الشفاف باش ما يبانش، باش ما يفسدش على اللون هذا اللي راه كان هنايا. ها من الداخل يعني خيطها عفوا نقلبها شويه، ها هي خيطها بالخيط الاصفر من تحت والفوق كان الخيط الشفاف. نتمنى انه هذه النتيجه نالت اعجابكم وانكم تطبقوها وتخرج لكم متحوفه هايله هايله هايله. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا له بيج لايك، ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو وجميع فيديوهاتي مع اصدقائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. لاي استفسار اي تعليق اكتبوا لي في خانه التعليقات، مرحبا بجميع التعليقات تاعكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. تشاو تشاو.